أهلا بكم مستمعينا في بودكاست خفيفة برعاية ساوند ديلز. لغة الحيتان، هل تشبه الإشارات الصوتية للحيتان كلام البشر؟ يتفق علماء الأحياء على أن الحيوانات تتواصل مع بعضها. سنقوم برحلة إلى أعماق المحيطات وسنستخدم الذكاء الاصطناعي لفك رموز لغة حيتان الأوريكا. تعيش حيتان الأوريكا في عائلات صغيرة وتتواصل فيما بينها باستخدام لهجاتها الصوتية. يريد العلماء بمساعدة الذكاء الاصطناعي البحث عن أنماط متكررة تشير إلى نظام لغوي لحيتان الأوريكا. وقد جمع فريق من العلماء من جامعة أرلينجن الألمانية برئاسة البروفيسور ألمر نايت والباحثة راشيل تشين بيانات الحركة والصوت من مختلف عائلات حيتان الأوريكا في المحيط الهادئ بالقرب من كندا لمدة 3 سنوات من أجل التحقيق في إمكانية وجود علاقة بين أنماط الاتصال وسلوكها. وسجلوا أصواتا تحت الماء بمايكروفونات خاصة وراقبوا سلوك هذه الثدييات البحرية وحاولوا تحديد موقعها وتصنيف نداءاتها. إن استخدام الذكاء الاصطناعي لفك رموز أنظمة الاتصالات غير المعروفة لا يخلو من الصعوبات، ومع ذلك يتضح الآن بالفعل أن فهمنا لأنواع الحيوانات شديدة التواصل سيتغير خلال السنوات القليلة القادمة. شكرا لحسن استماعكم، دمتم سعداء، وإلى لقاء آخر مع معلومة جديدة. ساوند ديلز، منصة التعليق الصوتي.